ها سوبر خير موج. شحال الثمن ديال هذا؟ هذا هذا 130. 150 هذا 150 الفرنك. 150 هذا شحال هذا؟ 140 الف. هذاك 130 الف اللي في يدك، هذا 130 الف. وعليكم السلام. هاي ديك 150 160 كل واحد الثمن ديالو. سي بحال هذيك راهو فين هو؟ هذيك راهو كيقول فيه 180 الف. هذا 2000 درهم 200 الف فرنك. هذيك راهو كيقول 170 هو تقريبا قد بعطيتو. تقريبا هاي ديك 180 170 ها السوق ديال الحاولي شتي الخير الخير موجو تبارك الله خير نهار. الرامبون سوق ديال الحوالة شتي لا بلوكاج كاين. السلام خوتي العزاز، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه ايموبيلي طنجي. بزاف د الخوت كيقولوا لي مشي جبنا الاثمنه للسوق ديال الحواله. اليوم عملت واحد الدوره تما تبارك الله الخير موجود. السوق فيها شي 5 كيلومتر من الرامبون ديال سيدي ادريس حتى لدخلت كزناه. دابا تبيع وشرايا عينو ميزانو معاك كليان غير كيوقف معاك كيوزنك. لا شافك ما كتفهمش غيضربك حتى كتنقز. ولا عرفك يعني كتفهم في الكسيبه وكتفهم عندك تجربه ما يقدرش يغلي عليك. مثلا يقول لك الحاولي 3500 درهم انت كتعطيه 280 كيبقى يجبد معاك حتى كيبيع لك. واللي ما كيعرفش بوري تشطر وما كيفهمش في الكسيبه كيشمته الصراحه. الله هي هذه حسن شي واحد يمشي يتسوق يدي شي واحد اللي كيفهم اللي كيعرف. اش كاين الناس ما كتسقيش الله. اما الخير موجود عارف شنو تكسيبه. دابا خوتنا الداخليه مساكن سافروا وبقى الحاولي مهرق تما. شنو الخير موجود تما؟ قلت لك الرامبوان ديال سيدي ادريس وكتبقى ماشي حتى القاع ديال كزناه حتى سوباسطا ديال الحوت ديال كزناه. ايه فري هذا الانسان عرف كيفاش يتشطر. يقول لك الحاولي 3500 درهم خاصك تعطيه انت تعطيه 270 280. كما لاحظت واحد الحراره تبارك الله في السوق. اما الخير موجود خوت لي باقي ما تسوقوش. ايه خير موجود والسوق باقي غالي كما لاحظتوا معايا. انا ساقسيت ديك السيد على الاثمنه اللي عطاني يعني. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد تعيدوا بالصحه والهنا. شاركوا معنا الخوت اللي باقي ما مشاركينش باش نساعدكم توصلوا لنا هذا العقار اللي يناسبكم ويعجبكم ان شاء الله في القناه ديالي. وباقي الخير القدام.
واللي ما عنده شي باش يعيط ساعده، الدنيا راه فايته، كتعرفوا شي واحد بوريه ساعده شريو له. اخوتي العزاز، ما نطولش عليكم فيديو، كنشكركم بزاف بزاف، والسلام عليكم.